اول بوستيري او انتيري خش كده ابص الاول لو هو الراجل النهارده خالي باي انسبكشن بالعين المجرده لقيته رايح ريفليكشن سايد بيني روتيشن بهذا الشكل وماشي كده والكيرف سبازمي لكن الكيرف سيرفايكال متوقع ده مين؟ سيرفايكال ديسك هو داخل لي بهذا الشكل لكن ريفليكشن سايد بيني روتيشن وداخل كده وعنده الم الايد عكس اللفه وعكس الثانيه الم هنا يبقى انا متوقع بقى انسبكشن ده ايه؟ سلم صغير قصاد الكونسيبت والهيستوري بتاعه ده باي انسبكشن هلاقي راسه بالشكل ده كده النقطه الثانيه لو انا بصيت على الراجل ده شولدر ليفلز اخبارهم ايه؟ بعد كده الماسلز بتاعت نيك ماسلز اصلا كسباز ممكن تكون كولاس ممكن تكون اوفر اكتف سلم كده ماستويد او ده جنب عن جنب ممكن يكون ستيرلينج سكابلا يعني دي اوفر اكتيفيشن في الاوفر تريا سكابلا بالشكل ده كده هتلاقيها بالمنظر زي ما وائل عامل كده بالظبط ده كله لازم نشوفه ايه؟ الاي بي بعدها اوقفه بجنب وابدا اشوف الفورورد هيد واللاين بتاع الجرافيتي بعد كده اشوف الكونتور بتاع المنظر بتاعت الناحيه دي بعد كده بوقف العيال بوستيريو وابدا ابص وراك بوستيريو شولدر ليفل رايت وليفت ايه الاخبار بتاع السكابلا او الشانكينج او في اوفر اكتيفيشن او التراب او السكابلا تيلتنج او الهيد لاترال تيلت او لاترال فليكشن او سايد بيندنج او روتيشن او فليكشن في ناحيه عن ناحيه بعد كده انا بصيت بعد ما بخلص وانزل تحت الكيرف بتاعتي عشان لو في سايد لاين من الجنب ممكن لو هيك لو كيكوت البوشر او فورورد هيد هاخد بالي منها كيكوت او راوند بوش راوند باك مع الفورورد هيد ابدا ابص بالسيريو الليفل بعد كده الكونتور بتاع السكابولا ماسلز النيك نفسها الشولدر المسافات بين الاثنين خلاص ده باي انسبكشن زي ما قلنا المره اللي فاتت ان البوشرال مفيش ايدر بوشر ولكن في نورمال بوشر يعني ايه؟ يعني العيال مفيش عندي نورمال بوشر ايدر بوشر بس في نورمال بوشر يعني مش كل واحد عنده فور هيد وراوند شولدر يبقى لازم يكون عنده سرفايكال ديس اوردرز ولكن لو عنده سرفايكال ديس اوردرز وعنده فورورد هيد وابر كروس وتايتنز وراوند باك ورسل سباين هاي موبيلتي كيفوزيس اي هاد كوريكشن لكن واحد ما بيشتكيش وما جاش ليها بشكوى وده عنده فورورد او راوند باك او كيفوتي بوشر او هايبر دوزز في النك انا مش هتفرق معايا خالص ولا هبص على حكايه مع الموضوع ده عادي طالما ما اشتكيش ده غالبا الجمهور بتاعه اللي يفرق معايا العيان اللي مشتكي لو اشتكى وعنده بشرة ديس اوردرز اي هاد تو كونسيدر لان احنا ما عندناش ايديال بشرة بط وي هاف نورمال بشرة بعدها هعمل ايه؟ هموف اول حاجه في السيفتي لو عيل لابس نظاره وانت بتعمل سرفايك سيميليشن لازم ايه؟ تاخد ايه؟ قبل ما نبدا هنموف هنبدا الموف بتاعنا الموف عباره عن ايه؟ اكتف فيسيولوجيكال بس فيسيولوجيكال بس اكسس الاكتف فيسيولوجيكال بالنسبه لي شيل ان واخليه يروح فين؟ هو روح خلاص هات اخد الفيكشن بتاعه وبعد كده راسه زي ما هي كده انا بجايد واقول له تعالى مين سايد بين رايت اروح الناحيه الثانيه سايد بين ليفت بعد كده ايدي نفس الشكل ده بالظبط واخليه يروح فين؟ روتيشن رايت ها روتيشن الناحيه الثانيه تاني ده اكتف سوشن بعد كده اكتف اوفر بريشر يعني انا بخليه يعني اكتف واروح في الاخر رينج واعمل اوفر بريشر اعمل سايد بين بالشكل ده كده وفي الاخر اعمل ايه؟ اوفر سايد بين اوفر روتيشن اوفر روتيشن كتفك ثابت وثابت بس ثابت ازاي؟
كونفرميشن. بعد ما اخلص الاكتف فيسيولوجيكال المفروض انا بعمل اكتف فيسيولوجيكال، المفروض قبل ما ابدا احرك الكلام من ده بعمل اللي هو السيفتي سكريننج تيست. السكريننج تيست بتاع السرفايكال سيفتي اللي هو البيرسر شير تيست، الايلر ليجامنت انستريت تيست، تعتبره بدل الانسفشنسي تيست. ده مبدئيا لازم تعمله كبدايه. البيرسر شير رجلك على السير قدامك شيل ام شيل ام، انا بنزل من راسه اول عظمه هتقابلني والبرومنس هتبقى مين؟ سي 2 سي 2 بمسكها كي جراسب، انا مسكتها هنا وبعدين اقول له ايه؟ بوش باي هاند فورورد، او ممكن امسكها كده بالصنب بتاعي على مين؟ على سي 2 واشوفها كده اهي زق. ده بقى مين؟ اسمه بيرسر شير تيست بتاع الترانسفير ليجامز، وده بيأسس ستابيليتي سي 1 سي 2 او ابر سيرفيكال سباين. ده لازم يتعمل كتيست كسكريننج وسيفتي تيست. بعدها من عند شيليني اهي اهو، امسك بقى مين؟ من عند السباين بروسيس بتاع سي 2، اطلع بره عن الترانسفير بروسيس، امسك مين؟ الترانسفير بروسيس نفسها واعمل سايد بيننج رايت، سايد بيننج ليف، روتيشن رايت، روتيشن ليف، تؤسس مين؟ ايلر ليجامنتس. ده التست الثاني. روبيس بس كده. كده. خلص ده، ممكن هو قاعد زي ما هو كده. هو قاعد. اقول له بص لفوق. جامد عيني وعيني في عيني. ماشي وارجع تاني. هو قاعد نفس القعدة فوق عشان سنه كبير. هو قاعد كده سايد بيل وروتيت. ده طريق ممكن يبقى واقف، ممكن هو نايم، وده ايديال اللي هو البرتيبرو بازلا انسفشنسي تيست. تعالى ورا يا عم كده انزل كده اهي اكستنشن وانا سايد بين وعيني على فين. اكستنشن سايد بين اوكي تمام العين كويس. يبقى كده خلاص السيكشن ينزل يقف على الارض، اتاكدت انه فري مفيش اي وعامل اكسبلوجن باي انسبكشن كل الريت فلاج، لا تروما ولا فراكشر ولا ليجامنت ستابشر ولا بون فراكشرز، ما في فراكشرز ولا عنده ليجامنت ستابشر اللي هو ويب داش والكيفر الترانسفير ليجامنت، ده كله انا عملت له اكسبلوجن. ابدا اعمل ايه؟ الاسسمنت بتاع اكزامينشن، عملت الاكتف فيسيولوجيكال اعمل بس الفسيولوجي بس دي هتبقى على السرير. اما اعمل طبعا عشان انا عاوز اخلص كله مره واحده، فانا هو واقف ابدا اعمل مايتومال اسسمنت. مايتومال اسسمنت وانا واقف كده بهذا الشكل، وانا واقف كده بهذا الشكل اقول بوش ماي هاند انتيريور، بوش زق قدام، ده مين؟ سي 1 زقين ورا، سي 2 لف بالجنب شمال او يمين، سي 3 ده روتيشن. يبقى فليكشن سي 1 اكستنشن سي 2 روتيشن ارفع ليك فوق الاثنين، لا شايف اما فوق دي سي 4. يبقى انا الثاني فليكشن سي 1 اكستنشن روتيشن روتيشن شراك سي 4 ايدك في جنبك سي 5 اجمل سي 5. يبقى انا كده خلصت مين؟ فليكشن اكستنشن روتيشن روتيشن شراك ابدكشن شولدر خش خش العيال. اجمد سي 6 اجمد ها اجمد. الايد اللي ناحيه الايد هي اللي بتمسك دي الكونترات اللي بتسبب كده اهي كده سي 6 ها
على نفس الطريق زق سي 7 ها سي 7 يبقى خلصت الام انزل على الريست ايدك الاثنين كده فوق اجمل كده كام سي 6 سي 7 اجمل سي 7 ايدك الاثنين كده فوق سي 6 6 صوابعك كده ثانية يبقى صوابعك عن بعض تشلمهم تي 1 تعالى عشان زميلك في الهادي ايدك كده سي 6 ايدك كده انا ما شلتش ايدي سي 6 ايدك كده افرد سي 7 ايدك كده 8 7 ايدك كده 6 ثاني 6 ايدك كده 7 ثاني 7 توز فينجرز 8 يبقى ايديك عن بعض يبقى انا خلصت كده ماي توز وهو واقف نفس القصه هو اللي هو اللي حاطط السرير او هو واقف مش هتفرق اقول له اكستنشن سايد بن واحط ايدي عليه ذا سبيرلينج تيست اقول له اكستنشن سايد بن روتيت واضغط كوادرو وسايد بن روتيت وامسك ايده كده سيبها خالص خلينا الدنيا عشان بره خالص اهي سنشن ادكشن الله ديفيجن بهذا الشكل سيب ايدك كده وهنا ده نيورال تنشن تيست بالشكل كده كل الدكتور يسكروا مع بعض اهي في الظهر كوي فاهم اكستنشن سايد بند وروتيت يبقى انا كده خدتها فين؟ انا شادي الهدف كله ان انا امضي او افتح دي بعد كده باخد دي اهي اكستنشن تعال بره شويه وي بس كنت ايام استنى اكستنشن سايد بين اهي وروتيت كده ده نيورال تنشن تيست ذا بريكر بيس ثلاثه مضغوط وقاعد زي ما هو بقول له خليك زي ما انت قاعد ايدي اهي على التي ام جي وصوابعي على المسترد بروسيس واشد ديستراكشن لقيت الالم راح الثلاثه جابوا الم والرابع ضيع الالم سنه صغير الجرماتوم ديستريبيوشن قلنا الجرماتوم بتاعت الابر ليم سي 1 ملهاش دي سي 2 هنا سي 3 هنا 4 هنا 5 كده 6 كده 7 8 سي 1 هنا سي 2 تاني هنا سي 2 2 3 يعني 2 3 هنا 4 يبقى 2 3 4 5 كده 6 كده 7 كده 8 يبقى الميدل 7 2 اللي بره 6 2 اللي جوه 8 وهنا تي 1 ومكمله شويه وتي 2 هنا ده كده كمان الدرماتوم كمايتوم تاني سي 1 سي 2 روتيشن سي 3 4 5 ارفع اثبت 5 وانا واقف قدام وراه ثانية واحدة انا ممكن واقف ومش قدام كده سي 6 7 6 7 ايدك كده فوق كده اهي 7 تحت 6 6 7 يعني في اي وضع يريحك بس لو افضلت بخش ده كده كما يتوب وبعد ناخد الفينجرز معايا خلصنا تاني اكستنشن سايد بن واحط ايدي واضغط ده اسمه مين؟ اكستنشن سايد بن روتيشن واضغط اكستنشن روتيشن واخد البريكر بيكسز كلها التلاته نيرفس ده مين؟ بريكر بيكسز دول اتنشن تيست كده 3 يبقى انا كده بتكلم في مين؟ العيال نام ابدا اعمل اكتف فيسيولوجيكال اوفر بريشر شيل ان واخده فين؟ ريفليكشن بزياده ده مين؟
active physiological overbridge. Active physiological overbridge. اهو. يعني بدأنا سكرينينج بعد كده انت رحت انا بقى كل حاجه استنى كل حاجه استنى وخلص معايا كده بعد كده سايد بيندينج سايد بيندينج بعد كده روتيشن اهي روتيشن اكستنشن ورا يا احمد ورا وائل باخد دي كده ايه اكستنشن وانزل بيها لتحت ده كده مين اكستنشن اوفر بريدج فيسيولوجيكال ده كده كسوبايل ارجع تحت وهو قاعد باسس مين الديب نيك فليكسوس ان انا بحط ايدي تحت تحت رقبته كده واحط صوابع هنا الاثنين عند السيب رود ماستويد واقول له شن ان بالراحه بقى بس بالراحه بقى امسك واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ورايح تاني شن ان اثنين كده رايح ورايح تاني ورايح ها ورايح الناحية التانية وائل عشان يشوفوني معاك تعالي يا وائل اكتف فيسيولوجيكال اوفر بريشر اهو بعد كده روتيشن اوفر بريشر كده ايه روتيشن اوفر بريشر سايد بيندينج اوفر بريشر سايد بيندينج اوفر بريشر تعال ورا تحت يا وائل وانزل على ايدي تحت شن ان واخدها لتحت واروح ده مين اكستنشن فيسيولوجيكال اوفر بريشر تمام يا فندم وهو قاعد زي ما هو كده تعال ورا الروتاتري اسسمنت رينج اوف موشن واقول له لف كده انا عازل بقى اللور سيرفيكال وعازل الدورسال سباين كروتيشن وبقى اسس مين الروتيشن بتاع الابر سيرفيكال سباين باخدها الناحيه الثانيه واسس الروتيشن بتاع مين ابر سيرفيكال سباين واشوف لو في ليميتيشن اعمل مين ماسل انرجي نوت موبيلايزيشن ده كده كروتيشن ابر سيرفيكال وعملنا روتيشن عملنا الفيرتيبرو بازلر عملنا الفيسيولوجيكال موشن انزل تحت يا وائل سباين انزل تحت ابدا اسس مين الديب نيك فليكشن شين ان شين ان انت بتفرد رقبتك شين ان بالراحه وقف تاني ريح تاني ريح تاني ريح تاني ريح تاني بهولز هو بينزل تحت ويثبت حاسس ضغطه بس على ايدك خفيفه قوي المفروض مش ايدك لتحت المفروض اللي موجود تحت البايو فيدباك ستابلايزر او جهاز الضغط عادي وتحطه تملى هواء وبعد كده الشين ان دي تضغط بما يعادل 10 ملي متر سل قدامك عامل هولد كده الراجل بقى كويس يعملها هولد كده ودي مش شغاله ودي بنك فلوس شغاله اعملها منين؟ من سايد لاين بقى قادر على جنبك شين ان شين ان وخليك ما خليك ماسك كده قادر برول قادر كوادريبيت اتفقنا سوباين تاني افضل حاجه بتحسن الالم قلنا مين شين اللي بعدها افضل حاجه بتعمل سنترلايزيشن بالنسبه لي قلنا مين تراكشن تراكشن لو الالم رايت همسك بايدي ناحيه الرايت لو الالم ليفت وهبدا كده المفروض ان هو الديسك لور سيرفيكال يبقى لازم النك تبقى فين فليكشن 30 ل 40 درجه هناخد الديك فليكشن واعتبر القلم ليفت وابقى ماسك بهذا الشكل ده اهي وابدا اعمل مين؟ تراكشن دي طريقه طب القلم ليفت انا عامل كده عامل سايد بي سايد بند رايت روتيشن رايت اداني شيل البوكس انا شايل مستني سستين وبعدين ارجع روتيشن النص سايد بند تو ذا نيوترال وبعدين اسمه لحد ما العين يتحسن معايا والبين يحصل له ايه؟ سنتراليزيشن بعد كده البين يتحسن ابدا وانا نفس القصه ببدا تراكشن سايد بيندنج رايت روتيشن رايت ارجع روتيشن نيوترال سايد بيندنج نيوترال وبعدين اروح سايد بيندنج ليفت روتيشن ليفت لو يعني حد يمسك ادابتيشن
ده هيكون وزن اسبوعين 3 جلسات. ده تراكشن. ده طريق. الطريقه الثانيه ان انا اعمله من الكرسي اللي هو بتاع اللي هو ولا انا بطلع من الكلام ده اهي واعمل مين خدها من ميد بوزيشن تو مين كده تراكشن. ده بتجري ايوه الاثنين بيشوطوا مع بعض. كام فورس؟ واحد من فوق واحد بتاع بارل. اثنين بارل فورس. لسه الناحيه الثانيه اهي الطريقة الثالثة. عايزين بلطو او حزام. جت النقطة دي بقى وانت بتعمله الحلقة. ده انا اتنين. ده عنيف شويه. انا افضل الايد. افضل مين؟ البنت. تعالى اوي كده. كده احنا خلصنا مين؟ الصبايا. بعدها هو قاعد. هيقعد زي ما هو كده. اللي جاب الكوباية دي. ممكن يعملها كده بالشكل ده كده. شيلتين نواري. ترجع ورا ظهرك. اهي. هو اللي بيعملها العيال. قلنا الاكتف. مركز الايه؟ مركز عاجز. واحنا في الاول عجزه مش عجزه خبره. حتى لما يبقى عندك خبره واطلع من الليفل اللي فوق. مش العاجز دول عاجزين؟ انت عاجز. تعالى كده عشان نشوفك وانت بتعمله. ايوه. طب ما تشوف. اقعد اقعد بس في الاوائل. اقعد يا واد اقعد بس في الاوائل. تمام ماشي. بظهرك لورا. سيف موبيلايزيشن اهو. تحت. وفي نفس الدايركشن بتاع مين؟ 60 درجة بتوع الفاسد الله يعين. دي اكتف فيسيولوجيكال مع باسف اكتف لايف. ادوك لايف ازا فاسف. هنعمل نفس الكلام ده خلاص خلصناه عشان الويت بتاع بص السباين. لو انت راجل اكسبيرت هتعمل بقى مين؟ كملهم لحد لما توصل تحت. ماشي ده الدوس سباين. خلصنا ده العام سباين. ممكن سيتنج برضه هيمسك البلت بتاع موليجان يعمل اكستنشن. يمسك البلت بتاع موليجان ويعمل مين سايد بيندنج وروتيشن وقافل مين الفاسد. نمبر 1 شيل اني واي. هياخد ايه كده الاثنين بالجنب ريتراكشن وبعد كده يرفع الاثنين. اثبت كده الاوفر. اثبت يا واد كده الاوفر اكتف بايدك هنا عشان يتاكد مفيش اوفر اكتفيشن اوف مين؟ اوفر اكتف. ريح وتكرر. عملها كويس والدنيا بقت كنترول. يعمل مين؟ تي شيل كده الاثنين كده ريلاكس كده يا واد. ارفع فوق. ريح. لا ريح اطلع بقى.
عندي ورا اجمل ريح تاني عملها كويس عملها كويس بلاش دبليو وخليها بي قلنا دي عشان تبقى ايه هتعمل ريتراكشن الاول ريتراكشن ارفع فوق فوق هي بتنزل بعد اهو بس كده انزل تاني عملها كويس افرد كويس افرد فوق اطلع البيت تلاته مع بعض اطلع طب الدنيا بقى كويسه والراجل بقى شاطر وزي الفل ريزيستنس طب الدنيا لسه برضو شين ان شين ان اطلع وهو واقف انزل اطلع انت ممكن تعمل برضو موبيلايزيشن ازاي بتاعت الدورس هتربط بيلت هنا على وسطه على السرير وتربطه وهو يطلع او هتحط ايديك اطلع وهو واقف هيك وهو يطلع انزل لا دامك انزل يلا انزل انزل هتعمل فيسيولوجي دلوقتي اللي هو مولي ده اكتف فيسيولوجيكال وبس اكسسوري مع بعض اطلع اثبت معايا ماشي كده التنشن ان واطلع فوق اللي هو الانديورنس بتاع مين؟ الباب اطلع قدامي يا وائل توصل بره السرير بس كده التنشن ان اثبت انزل تاني واثبت بطيب وانزل واثبت بطيب ده كله موجود في التخيل بتاع مين؟ ابر سيتي كده قلنا الويكنس بتاع الاكسترا ريتو ولور تراب لور ترابيزو سيريتس حجر زاوية اساسي لعلاج مين؟ اي عين سيرفيكال ديسور شين ام بعدها الموبيلايزيشن وانت نايم برون زي ما انت واقف يهمني قلنا البوني بالبيشنز السيرفيكال هايلي سنسيتيف هايلي سنسيتيف اند سبيسيفيك فور ذا دايجنوز اوف سيرفيكال ديسوردرز فده الماستويد بروسيس الاثنين هاجي من عند الماستويد بروسيس واروح ده كده مين اهي تحت ايدي اهي ده سي 2 سي 2 انزل تحت منها 3 بعدها 4 بعدها 5 بعدها 6 الموست بروميننت 7 اهي رايح بقى الليفل اللي بعده اهو الليفل اللي بعده اهو وهكذا هطلع بره من عند سباين بروسيس ده واخد السكين فولد كده وابقى كده يبقى انا بقيت على مين؟ الزيجو او فيزيال جوينتس نفس القصه زيجو او فيزيال بتاع ثلاثه واكمل اللي هو يونيلاترال بي اي يونيلاترال بي اي يونيلاترال بي اي او سنترال او على سباين بروسيس سنترال بي اي موبيلايزيشن لو الراجل ده النهارده عنده سيرفايكو جينيك هيديك ايدي على سباين بروسيس اهي بلف رقبته لف كده خد ده السكين فولد ايدي كده لو رحت في هذا الدايركشن انا في اتجاه مين؟ ماوس اوبن وده كده هعمل روتيشن في سي 1 سي 2 مش هعمل بي اي رغم ان انا رايح بي اي بس انا لفيت المفصل تحت الضغطه بتاعتي فخلى الضغطه في اتجاه مين؟ الماوس اوبن اللي هي روتيشنز وليست فليكشن اكستنشن اللي هي الموشن بتاعت مين؟ اتلانتو اكزيال بيفو جوينتس اللي هو بيعمل روتيشن وليس فليكشن اكستنشن تمام كده؟ ما اعرفش اعمل دي قول هنعمل مين؟ ماسل انرجي تكنيك نعم على ظهرك يا وائل نعمل بقى الصب وسيبي تدريب عشان السيرفايكوجيني كده سيبي ده يا وائل سيب راسك خالص يا وائل انا بحط راسه على ايدي واسيبها واسيب تروح لوحدها بس سيب اهي سيب نفسك خالص مش حاجه هي هتلاقي ايدك بتروح لوحدها واللي فيها ريستريكشن واقفه والثانيه بتروح اسمها ساب اوكسيبيتال ريليز الفشل نفسها الشمال ريستريكتد اليمين ماشي دكتور هو بعد الجلسه قال محمد ليه؟ مع انه حمد الله يعني ده دليل ان هو كده خالص مش داخل دلوقتي تمام؟ يبقى سب اوكسيبيتال ريليز انت فاضل تحت مين؟ تحت الهيد راسك الناحيه دي يا بيه
هيا هيا ساكرا وساكرا ايه والكلام بتاع الاوستيو بقى يعني احنا خلينا نسوي اوكسيبيت ريليز بس ايه ده بس لا على حاجه ايه ده بس لا ما فيش لوحدها مش انتهاش يوصل الاستريكشن كده ايه هواي كده وين مش انا بتكلم في حاجات يعني الاصل شيل ان الاصل ديبنيك ليكسو الاصل الاكتف الاصل ميام روتيشنز مع فيسيولوجيكال مع اكسسوري مع بعضها اللي هو عملها لنفسه كده ده احسن 100 مره من تقعد تحت راسه وتقعد ربع ساعه ونص ساعه تشتغل بهذا الشكل لو عملت الشيل ان صح لو عملت سترينسنج الابر ترابيزيس سترينسنج الميدل ترابيزيس والسيريتس واللور ترابيزيس رومبويدز قويته كويس وعملت سترينسنج الابر باك كويس مش محتاج اي مانيبيوليشن ولا كلام من ده الكلام ده قلناه بالايفنس المره اللي فاتت محتاجين نقوله تاني مفيش فرق تعرفه مفيش مشكله هيسرع معاك لكن تعمله بدون ما تعمل اكتف اكسرسايز بدون ما تشيل ان بدون ما تعمل ديب نيك فليكسوس بدون ما تعمل سنتراليزيشن للبين بدون ما تعمل الكلام ده كله مش لازم مع احترامي مضيع لوقتك ووقت العيال عملته بلس الاكتف ده كلام صح اتفقنا يا رجال طبعا في عندك الاستريتشنج اكسرسايز بالنسبه للسيدو جدو ماستويد والمين ترابيزيس والاستريتشنج ده مهم جدا مهم جدا وان كان برضه هو بس في تكنيكس يعني شورت تيرم الاصل مين الاكتف نوت سترينس الاوفر باك وتشتغل دي في ريكسوس كونتراكشن اجونست انتبيشن انتاجونست دي اشتغلت الثانيه هتسيب غصب عنها ده كده مين العملي بتاع السيرفايك العملي بتاع مين السيرفايك نبدا بقى مين